بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نبدأ مع بعض حل exercise number 1-2 على lesson number 2 في unit 1. الـ exercise ده هو عبارة عن أسئلة مختلفة فيها complete write scientific term true or false، وهو exercise مهم لأن إحنا عارفين إن exercise كتاب المدرسة هي حاجات مهمة جدا. طبعا ده exercise كتاب المدرسة في page 25. فتعالوا كده نبدأ مع بعض. الأول نفتكر إحنا خدنا إيه في lesson number 2. في lesson number 2 كان اسمه seeing colored objects. seeing colored objects ده درس بيتكلم على إن how we can see colored objects، إزاي إن إحنا بنشوف الحاجة الملونة. فإحنا قبل ما نتكلم في الدرس قلنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها 7 light colors او 7 spectrum colors، اللي هما كانوا red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. دول كانوا ال 7 spectrum colors. وقلنا ان انا عندي حاجة اسمها colored transparent object و colored translucent object. يعني احنا عندنا لون شفاف بس ملون، او يعني جسم بيسمح لللايت ان هو يعدي منه بس هو ملون، ولون تاني او object تاني بيبقى translucent بس ملون. فكان ده ازاي بيبان بلونه او ازاي بينور بلونه. يعني انت لو معاك ازاز لونه احمر، الازاز ده لونه ريد، الجلاس ده ريد جلاس، خلاص فهو لونه ريد، فهو هيعمل ايه؟ it absorb all light، يعني هيمتص كل اللايت except the red color. يعني هو انت نورت نور ابيض، احنا عارفين ان الوايت لايت كولر ده بيبقى فيه 7 سبيكترم كولرز، النور الابيض ده فيه 7 سبيكترم كولرز. فجي يعدي عندي ازازه لونها احمر، فبيقول لها يا ازازه يا لونك احمر، او يا جلاس انت ايه الكولر بتاعك؟ يقول له انا الكولر بتاعي ريد. يقول له خلاص احنا هنعمل ابزورب تو اول لايت، هنخفي كل الالوان ما عدا اللون الريد، هو اللي هيعدي منك فانت هتبان ريد. يبقى الحته دي ملخصها ايه؟ when white light strike the colored transparent object this object absorb all colors of light and permit يعني allow او تسمح its own color to pass through it، يعني بيعمل absorb الكل وبيسمح للونه بس ان هو ايه يعدي. زي ما قلنا ان انا عندي glass لونها اخضر green، فانت عارف ان الوايت لايت اهو فيه 7 colors red orange yellow green blue indigo violet، فهو هيعمل absorb بكل الالوان دي ما عدا مين؟ ما عدا اللون الاخضر هو اللي هيعدي، لان البوتل دي لونها اخضر. تمام، ده لو كان في حاله ان هو ترانسبيرنت او ترانسلوسنت. طيب لو الاوبجكت اللي قدامي ده مش ترانسبيرنت ولا ترانسلوسنت، معنى كده ان هو اوبيك. يعني اوبيك يعني ايه؟ اوبيك يعني dont allow light to pass through it. احنا اكيد عارفين ان the opaque object don't allow light to transmit through them. يبقى تعالوا نشوف الopaque objects دي ممكن تكون موجودة بكام شكل. اول حاجة انت ممكن تلاقي opaque object بس white زي الورقة. الورقة دي البيبر دي هي عبارة عن opaque object ولا لا؟ يعني انت لو حطيت ايدك ورا الورقة هتشوف ايدك؟ لا طبعا. او لو حطيت ايدك ورا كتاب مش هتشوف ايدك، فده اسمه opaque object. الأوبيك أوبجكت ده ممكن يكون أبيض زي البيبر، ممكن يكون أسود، يعني هو أوبيك ما بيسمحش نور يعدي بس لونه أسود، أو ممكن يكون حاجة ملونة. يبقى دي الحاجات الأوبجكت اللي في حياتنا كلها الأوبيك أوبجكت. الحاجات الأوبيك أوبجكت اللي في حياتنا عبارة عن وايت أوبيك أوبجكت أو بلاك أوبيك أوبجكت أو كولورد أوبيك أوبجكت. بيقول لك ان الـ white opaque object هو بيعمل reflect to all light colors. يعني انت لو حطيت عليه الـ 7 spectrum colors يرجعوا 7 spectrum colors. يعني انت منزل اهو الالوان كلها هترجع لك الوان كلها. فالـ 7 spectrum colors لو احنا حطيناهم على بعض يبقى لونهم ابيض، وهيخرجوا السبعة برضو مع بعض هيخرجوا لونهم ايه؟ ابيض. علشان كده الـ white paper بيبان بيضا. اما لو هو بلاك اوبيك اوبجكت، تيشيرت لونه اسود مثلا او كتاب لونه اسود او اي حاجه لونها اسود،
فدي بتعمل absorb to all light colors، يعني بتعمل بتاخد كل اللون الالوان وتخفيها. طيب لو كان الاوبجكت ده colored بقى، هو opaque زي التفاحة كده، opaque ما بيسمحش النور ان هو يعدي منها، بس هو colored، يعني هو opaque بس colored، بيقولك ان هو هيعمل absorb to all light colors تمام except his color، يعني هو هيعمل accept او هيعمل reflection للكلر بتاعه بس، ويعمل absorb لبقية الالوان. يعني انا نازل على البنانة اللي لونها اصفر 7 spectrum colors، الوايت لايت نازل 7 spectrum colors، فهو 7 spectrum colors دول فيهم ايه؟ red orange yellow green كذا كذا، كل الالوان اللي احنا عارفينها. فهو هيعمل absorb لكل الالوان دي، هيخفيها كلها ما عدا لون واحد هو اللي هيحصل له reflection، هو اللي هينعكس، اللي هو نفس لون الاوبجكت، اللي هو لو مثلا بنانة يبقى لونها اصفر، لو ستريبري يبقى لونها احمر، وهكذا. طيب وقلنا ان في حاجه اسمها ميكسينج كالرد لايتس. احنا عندنا الوان اسمها برايمري كالرز وحاجات اسمها سكندري كالرز. البرايمري كالرز هما الريد والجرين والبلو، هما الريد والجرين والبلو، دول ثلاث الوان اسمهم برايمري كالرز. طب حلو، لو انا حطيت الثلاث الوان دول على بعض، لو انا حطيت البرايمري كلهم على بعض، ريد وجرين وبلو كلهم على بعض، هيطلع لي لون لونه ايه؟ وايت. يطلع لي لون ايه؟ وايت. طيب ده في حاله ان انا حطيت الثلاثه على بعض. طب لو انا حطيت اتنين بس منهم على بعض، يعني مثلا حطيت الريد على الجرين، او حطيت الجرين على البلو، او حطيت الريد على البلو، يطلع لي لون مختلف غير الوايت. يعني احنا لو حطينا الثلاثه على بعض يطلع وايت، طب لو حطينا اتنين منهم بس على بعض يطلع لون مختلف. فقلنا ساعتها ان في حاجه اسمها سكندري كالرد. السكندري كالرد لايتس دي الالوان او الكالرز اللي بتطلع لو انا حطيت تو برايمري كالرز على بعض. لو انا حطيت تو برايمري كالرز على بعض بلاقي سكندري كالر طلع. طب ايه هما السكندري كالرز؟ يلو وماجنتا وسيان. لو انا حطيت الريد على الجرين، يعني لو انا حطيت الريد على الجرين يطلع لي يلو، يطلع لي ايه؟ يلو. لو انا حطيت الريد على البلو يطلع لي ماجنتا. طب لو انا حطيت البلو على الجرين يطلع لي سيان، يبقى ريد على جرين يطلع يلو، ريد على بلو ماجنتا، بلو على جرين سيان او سيان. ودي كده كومبارزن او ملخص للبرايمري كالرز والسكندري كالرز. بيقول لي ان البرايمري كالرز هما كالرد لايتس which impossible او can't be produced by mixing two other lights. اما السكندري هما that are produced by mixing، يعني اللي بيطلعوا نتيجة ان انا حطيت اتنين على بعض. تعالوا ناخد اكسرسايز كتاب المدرسة على listen to. اول سؤال بيقول لي the prism separate light into a 7 انتوا عارفين ان البريزم بيخلي الوايت لايت خلاص يتحول ل 7 سبيكترم كولرز، صح ولا لا؟ طيب سايب لي سبيس وبيقول لي اوبجكتس هاف ذا سيم كولر اوف لايت ويتش ترانسميت ثرو. ايه هي الاوبجكت اللي بتاخد نفس اللون اللي بيعدي منها؟ دي اسمها ترانسبيرنت transparent object او transparent colored object.
color transparent object. طيب number three أو number C سايب لي سبيس وبيقول لي ان ايه هي الاوبجكت ذات هاف ذا سيم كلر ويتش ريفلكتد. بيقول لي بتاخد نفس اللون اللي ريفلكتد, زي البنانه كده كانت بتاخد نفس اللون اللي اتعكس منها, مش هي كانت بتعمل ابزورب الكله وتعمل ريفلكت للونها بس. فهو عاوزني اقول له ده اسمه ايه, ده اسمه كلرد اوبيك object, colored opaque object. يبقى number C هي colored opaque object. بيقول لي if the red light streak white light white ball, لو لون red خلاص streak white ball it look it look red. ليه بقى؟ اولا ال white ball دي مش لونها white. طب والوايت لايت او الوايت اوبجكت, الوايت اوبجكت ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريفلكت تو اول لايت ذات فول اون ات, يعني هو هيعمل ريفلكت لاي لون هينزل عليه. فلما انت تحط له لون ريد هيعمل له ريفلكشن, والحاجه بتبان على نفس اللون اللي حصل لها ريفلكشن, يبقى الكره هتبان لونها ايه؟ هتبان لونها ريد. يبقى هي لونها ابيض, كره التنس لونها ابيض, دي بتعمل ريفلكت لاي لون هينزل عليها. لو انت حطيت لون ازرق هيرجع لون ازرق, لو انت حطيت لون ابيض هيرجع لون ابيض, لو انت حطيت لون اورنج هيطلع لون اورنج. فهو هنا حاطط ريد لايت هيطلع ايه, هيبقى الكره هتبان ايه, هتبان ان هي لونها ريد. بيقول لي ريد لايت جرين لايت بلو لايت دول اسمهم ايه, ها هيطلع لي ايه, هيطلع لي وايت وايت لايت, صح ولا لا؟ مش انا لو حطيت الريد على الجرين على البلو يطلع وايت؟ احنا قلنا ان دول اسمهم برايمري كالرز, فالبرايمري كالرز لو انا حطيتهم على بعض يطلع لي ايه, يطلع لي وايت لايت. تعالوا ناخد ساينتفك تيرم. بيقول لي 7 كالرز, 7 الوان اوف لايت which sunlight is made up of, اسمهم ايه, اسمهم سبيكترم colors, اسمه spectrum e colors. The color we get by mixing two color of primary light, لو احنا جبنا اتنين primary وعملناهم mixing together هيطلع لي ايه, هيطلع لي secondary, هيطلع لي secondary color, يطلع لي secondary color. احنا عارفين عندنا primary و secondary, لو انا حطيت اتنين primary على بعض يطلع لي ايه, يطلع لي secondary. طيب put true or false when the white light, لما اللون الابيض streak red rose, لون ابيض خبط في red rose, it reflect the white color, يا ترى الوايت كولر هو اللي هيخرج؟ طيب تعالوا نسأل بعض سؤال, هي الريد روز دي لونها ايه؟ لونها ريد. طيب مش هي لونها ريد؟ يعني لو نزل عليها وايت لايت هتعمل ابزورب لكل الالوان ما عدا اللون الريد, هي اللي هتعكسه. يبقى ات ريفلكت ذا وايت لايت, لا ات ريفلكت ايه, ذا ريد كولر, هتعمل ريفلكت للايه, للريد. يبقى الاجابه دي ايه, فولس, الاجابه دي ايه, فولس, وهي هتعمل ريفلكت للريد كولر. ان اوبجكت سيم وايت, اللون او اوبجكت بيبان ابيض, since it reflect all colors which the white light is made up of, دي طبعا جابه true, يعني هو بيقول لك هو بيبان وايت ليه, لان هو بيعمل كل بيعكس كل الالوان اللي اللون الابيض بيتعمل منها. if you look at yellow banana through green glass, لو انت بصيت على, اولا البنانة دي لونها yellow, فعلشان تبان yellow لازم يجي عليها لون yellow, صح ولا لا؟ او يجي عليها لون وايت, فاللون الوايت ده جواه لون يلو, فكده كده هتبان يلو. طب لو انا بصيت على البنانة اللي لونها يلو من خلال حاجة لونها مثلا ريد او جرين, هي الحاجة دي ترانسبيرنت, يعني هي هتعدي لونها, يعني هي لو جرين هتخلي الجرين بس هو اللي يعدي, وبالتالي اللون اللي هيوصل للبنانة هو اللون الجرين, لان انت خليت الكالر او اللايت يعدي الاول على فلتر, الفلتر ده
عبارة عن جلاس لونه أخضر. فالجلاس اللي لونه أخضر عمل absorb to all light colors ما عدا اللون الإيه الجرين، سمح للون الجرين إن هو يعدي. فإيه اللي وصل للبنانة؟ لون جرين. هل لما أنا أحط لون جرين على بنانة لونها أصفر هتبان أصفر؟ لا، هتبان بلاك. هتبان إيه؟ بلاك. يبقى if you look at banana اللي هي يلو بنانة يعني through a green glass sheet it seems black. هتبان إيه؟ هتبان بلاك. يلو ماجنتا and cyan is primary colors. لا، أو are primary colors. لا، دي false طبعا، دي عبارة عن secondary colors. secondary colors. طيب red green and blue دول primary colors، طبعا دول primary colors. ده lesson number 2 الاكسرسايز اللي في كتاب المدرسة على lesson number 2 في صفحة 25. اتمنى ان هو يكون lesson سهل. ابتدوا افتحوا الاكسرسايز ده من كتاب المدرسة، او لو ما استلمتوش كتاب المدرسة او اتأخر ممكن تنقلوا الاسئلة، هم كلهم قليلين يعني، ممكن تنقلوا اسئلة في شيت كده حلو وتقعدوا تذاكروها لحد ما تستلموا كتاب المدرسة ان شاء الله. كنت معاكم مستر احمد الباشا، واتقابل ان شاء الله في lesson number 3 في الفيديو اللي جاي. باي باي.